هذا المعرض بمناسبة لا فورمولا 1 اللي الآن موجودة الآن في موريال، هو حدث كبير. وهذا المعرض هذا تجمع واحد تلة من الفنانين من مختلف الدول وناجح بكل المقاييس، لأن فيه يعني تيارات مختلفة، وكاين الآن حضور مكثف ديال الجمهور واهتمام كبير. ألوغ بالنسبة للعمل الآن اللي تنقدمو اللي كنقدم الآن في إطار هذا المعرض، وهو مشروع ريفيلاسيون. ريفيلاسيون وهو يعني عمل يندرج في إطار التجريدية الهندسية، وهو نوع من يعني مزج ما بين الفن التشكيلي والفن الرقمي، ليماج ديجيتال. احنا في معرض في موريال، هو معرض جماعي فيه عديد من الفنانين العالميين. هذه هي الخاصيه ديال موريال، كاين فنانه ديال من العالم كله. الوغ انا حصل لي الشرف انني نكون في هذه الاكسبوزيسيون باعمال جديده، دائما تنحافظ على لا 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 برانت ديالي، هو انه سي لا ريكوبيراسيون 100%. الحضور ديالي في مونتريال في العرض ديال كورمون رويال، لا غالري كورمون رويال، تنعرض مع فنانين تشكيليين اخرين من جنسيات واحده اخرى. وانا جيت لهنايا بالعرض اللي درت لوحدي في السونتر كولتوريال الماروكان دار المغرب اللي داز بين 3 ماي و 26 ماي. وان شاء الله غادي يكون عندي معارض اخرين جايين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.